الاستاذ احمد ما جاش النهارده؟ موجود جوه عند والدته. لا شكرا. اهلا. ازيك يا حميد؟ ازيك يا ازاي الوالده دلوقتي؟ الحمد لله. ما تضايقش نفسك، بكره تخف وتبقى عارف. يا ريت يا رياض، دي هي اللي بقى يعني من الدنيا. ازاي ابوك دلوقتي؟ كويس الحمد لله. انا هدخل اطمن عليه. اتفضل. اتفضل. بابا احمد جاي يسلم عليك. احمد ازيك يا عم بلتاجي؟ سلام عليك. الله يسلمك يا ابني، بركه اللي رجعت بالسلام. شايف يا احمد، شايف الزمن عمل فيا ايه؟ انت راجل مؤمن يا عم بلتاجي، ان شاء الله ربنا هيشفيك وترجع زي الاول واحسن. استاذ رياض. ايوه. المدير عايز حضرتك. ثانية واحدة، عن اذنك يا بابا. استناني يا احمد، هنمشي سوا. اسمع يا احمد. ايوه يا عم بلتاجي. لازم اقول لك اللي في نفسي. الارض اللي فديت عمري فيها بعتها لكذا بيه غصب عني. راحت. الارض راحت يا احمد. طب وبعت ايه يا عم بلتاجي ما دام ما كنتش راضي؟ الله يا ابني، كاظم بيه كان مأثر عليا والفلوس ما تعلم، وبرضه العمر له حق، انا تعبت والارض محتاجه اللي يراعيها. طب ما رياض موجود. اه رياض معذور برضه يا ابني، فرح بالفلوس زي حالاتي، وكمان ملوش في الارض والفلاح. ما تندمش على حاجه راحت يا عم بلتاجي. عندك حق يا ابني، بس غصب عني. بس اسمع يا احمد، ارضي انا بعتها جاية، انما ارضيكم وبيتكم اتنهبوا. امك ما باعتش يا احمد. انت متاكد؟ كان اهون عليها تموت ولا تفرطش في حب التراب. لازم تروح لكاظم وتواجهه. في سفريتك. انا احب الشباب المكافح. كاظم بيه، انا جاي علشان موضوع بيع البيت. ماله البيت؟ انا شاكك ان امي تكون باعت فعلا. انت عندك شك، لكن انا عندي عقد بيع قانوني رسمي ومختوم بختم ست الوالدة. ممكن اشوف العقد ده؟ طبعا من حقك. اتفضل. أنا بطعن في العقد ده. من حقك. وهوقف في العمل في المشروع. ده بقى مش من حقك. ليه؟ إحنا هنا مش بنلعب. ده مشروع استثماري كبير هيفيد البلد كلها. وأي محاولة منك لتعطيله هتبقى مخرب. ما أنا لازم أعرف. حتى لو البيع صحيح والعقد ده سليم، طب فين الفلوس؟ ده تسأل عليه بقى ست الوالدة، هي خدت فلوسها بالكامل. وأحب أعرفك كمان
ان احنا قمنا بالواجب، دخلناها المستشفى وعالجناها، ودي ست كبيرة ووحدانية، ولا انت شايف حاجة تانية غير كده؟